السلام عليكم أعزائنا متابعين صفحة فقاسات برنسي الإنجليزية. اليوم راح أصور لكم فيديو توضيحي عن استخدام الفقاسة OVEASY 100. هاي الفقاسة اللي تستوعب 100 بيضة دجاج كامل المواصفات، بها تحكم بالحرارة والرطوبة والتقليب، وبها نظام إنذار مميز جدا بحيث ينطيني إشارة إذا توقف محرك التقليب، إذا زادت أو ارتفعت درجة الحرارة الداخلية، إذا زادت أو ارتفعت درجة حرارة الغرفة، وأيضا إذا انقطعت الكهرباء عن الفقاسة ممكن أن تنطيني من هنا إنذار أعرف خلال الفترة اللي غبت بها عن الفقاسة أنه انقطعت الكهرباء ورجعت. طبعا بيها فتحات تهوية هاي الفقاسة منها من الأمام، ممكن أن أكبرها وأصغرها، وبيها رفين للبيض. هاي الرفين تستوعب كافة أنواع البيض لأنه سلال عامة يسموه Universal Tray، وبيها بالأسفل حوض للتبخير، بها سفنجة عالية الامتصاص، وهاي السفنجة تولد لي الرطوبة اللازمة لعملية التفقيس والحضانة. طبعا الفقاسة مزودة بمضخة رطوبة أوتوماتيكية، هاي الفقاسة من تحتاج رطوبة زيادة تنطي إشارة إلى المضخة تسحب المياه تدخلها إلى داخل هذه الفقاسة أوتوماتيكيا بدون تدخل. طبعا هذه تولد رطوبة من خلال ضخ المياه، هذا الاسلوب يولد لي رطوبة مستقرة مو مثل المبخرة. بعض انواع الفقاسات المبخرة دخل بخار بارد الى داخل الفقاسة فتأثر بدرجات حرارة الفقاسة الداخلية. هاي البرنسي مميزة من خلال اضافة ماء، كمية الماء تتحكم بالرطوبة بحيث الحرارة مالتها ثابتة جدا، ماكو فقاسة بالعالم حرارتها ثابتة مثل البرنسي. هسه حاليا اذا اريد اخليها تقلب لحظيا ممكن ادوس على هذول الازرار الاثنين وراح تشتغل عملية التقليب. هاي عملية التقليب، هذا التقليب اللحظي، وممكن أنا أبرمجها تقلب وقت ما أنا أحب. هنا نشوف درجة الحرارة 37.7 ودرجة الرطوبة. إذا أريد أبرمج هاي الفقاسة أضغط على أزرار الزائد والناقص سوية، راح أضغط عليه. أول إعداد هو temperature الحرارة، إذا أدوس OK هذه الحرارة المبرمجة عليها الفقاسة، ممكن أنا أزيدها أو أنا أنقصها من الزائد والناقص. وراها الرطوبة RH، أيضا أدوس OK ممكن أنا أزيدها وأنقصها. طبعا الرطوبة هنا يفضل أن تكون تقريبا 50% أول 18 يوم، آخر أيام الحضانة شوي أكثر من 60 65 كلش ملائمة 50. إذا أضغط على OK راح تطلع لي turn، التن هو نظام التقليب. إذا واحد نظام التقليب يعني نظام التقليب شغال، وإذا صفر نظام التقليب متوقف. أقدر أخليه على الصفر آخر 3 أيام حتى يتوقف التقليب، حاليا خليته على واحد حتى التقليب يشتغل. إذا أدوس الأوكي يطلع لي تيرن انترفال، فترة التقليب، فترة التقليب هنا 45 دقيقة، ممكن أزيدها أسويها ساعة ساعة ونص. وراها الألارم، الألارم هي إنذار هذه الفقاسة. الألارم هاي يعني الإنذار لما ترتفع درجة الحرارة، إذا دوس الأوكي هنا كل درجتين ترتفع فوق الإعداد راح يدق إنذار. بالحقيقة يفضل أن أخليها درجة ونص. ألارم لوج قد تنخفض درجة حرارة الفقاسة وينطيني إنذار، خليها 3 درجات. بالحقيقة أيضا يفضل أن أخليها 3 درجات، عفوا درجة واحدة ونص. وراها الكولينج، هاي تقنية التبريد، ممكن أخلي هاي الفقاسة تتوقف عن تسخين البيض لفترة معينة كل يوم ما بين اليوم الثالث إلى نهاية يوم 18، وبرنسي تقول إنه هذه راح تحسن من الهاتشينج، تحسن من التفقيس. وهذه هي عدد الدقائق اللي أريد تطفى بها الفقاسة وتبرد بها البيض خلال اليوم. وراها درجة الحرارة، هل أريدها تقاس بوحدات السلسيوس أو الفهرنهايت؟ إحنا نخليها على السلسيوس وخلاص، نقول له سيف وأوكي. هسه هذه الحرارة وهذه الرطوبة، من الممكن أن أربط هذه المبخرة وأضيف لها مي، حاليا ما ضايف لها مي. هذه هسه هنا المبخرة راح تبدي تسحب ماء من هذا الحوض وتضخها إلى داخل الفقاسة ببطء، وهنا تأشر لي درجة الرطوبة. هذا العداد اللي على اليمين يبين أنه التقليب شغال. إذا رحت على التيرن وسويته صفر هذا يصير يساوي. حاليا إذا ردت أرفع البيض من داخل الفقاسة أو أدخل الرفوف أقدر أوقفها للرفوف بالنص من خلال الضغط على هذول الأزرار الاثنين، وممكن بكل سهولة أن أرفع هذول السلال وأرجعهم.
من المميز بهاي الفقاسة انه بيها اربع مراوح، اربعة مراوح حتى توزع الهواء بشكل متجانس. فقاسة برنسي بيها اربعة مراوح، ماكو فقاسة بالعالم بيها اربعة مراوح غير برنسي. فهاي الفقاسة مميزة، اربع مراوح قوية جدا من ارقى انواع المراوح اللي يسموها جاميكون، توزع الهواء على كل الرفوف بالتساوي. طبعا الفقاسة بيها هنا مغناطيس ماغنت، بحيث هذا الباب ينضغط بعد ما ينفتح نهائيا، وهذا الباب دبل جام، بي جامتين، واحدة خارجية واحدة داخلية حتى يكون عازل حراري. ممكن هنا من خلال هذه الجامة الكبيرة أن ألاحظ البيض والتفقيس بكل سهولة. هاي ميزات فقاسة برنسي اللي متوفرة عندنا بالعراق وكالة حصرية. سعر هذه الفقاسة اللي حجم 96 بيضة، يسموها Over Easy 100، سعرها مليون دينار. طبعا هذا الموديل اللي احنا جايبيه Advanced Series 2 اللي هو اقوى موديل واحدث موديل من برنسي. طبعا اكو Advanced فقط، احنا جايبين Advanced Series 2. وشكرا جزيلا.